على بركة الله. إذن جمهورنا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الخامسة تصنيف من 55 إلى 75 لمسافة 1600 متر، 16 راس مشارك في هذا الشوط. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع الآن إلى المركز الأول مع باي آرت. إذن باي آرت للمدرب إبراهيم المالكي، ملك السيد محمد خميس الكعبي والخيال بيير كونفرتينو. ثاني المراكز لأكويكا للمدرب هادي الرمزاني، ملك السيد محمد خليفة السويدي والخيال فالح بغنيم. بينما المركز الثالث الآن نتابع وإياكم لدارك لايت، المدرب زوير محسن، ملك السيد عبد العزيز جاسم البعنين والخيال ستيفان لاجاج. تغيير في المراكز، ريد كونكت إلى المركز الثاني للمدرب سالم الهاجري من الداخل كما نتابع وإياكم. والآن تقدم لماكنسن لاين، والآن متابعة قوية من الجياد ككتلة واحدة تسير بقوة عند المنعطف قبل الأخير باتجاه الانعطاف الأخير. آخر 600 متر لازلنا مع المركز الأول مع باي آرت من الداخل، ولكن الآن في تغيير في المراكز. المركز الأول مع دارك لايت وأبرز الترشيحات، متابعة قوية أيضا من البقية الباقية، محاولة هاتش هاري للتقدم والاندفاع. لازلنا مع باي آرت ولكن اندفاع قوي الآن لدارك لايت وفي نفس الوقت لريد كونكت. والآن من الداخل نتابع وإياكم جيبلنت، ومن الخارج متابعة قوية كما نتابع لرجم. إذن رجم محاولة التقدم، رجم إلى المركز الأول للمدرب زهير محسن، رجم إلى المركز الأول. تهانينا إذن لرجم للسيد مبارك عبد الله بن عبود المعضادي والخيال مارفين سيورلاند. المركز إذن النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الخامس. المركز الأول رجم المدرب زهير محسن، ملك السيد مبارك عبد الله بن عبود المعضادي والخيال مارفين سيورلاند. ثاني المراكز مع دارك لايت أيضا مع المدرب زهير محسن، ملك السيد عبد العزيز جاسم عبد الله البعنين والخيال ستيفان لاجاج. بينما المركز الثالث مع رقم 9 هنا جيبلنت مع المدرب جاسم محمد الغزالي، ملك السيد شاهين بن خالد شاهين غانم الغانم والخيال جيبي جامبر. المركز الرابع لبولاريس أيضا مع المدرب جاسم محمد الغزالي، ملك السادة مربط إنجاز والخيال ريتشارد مولين. خامس المراكز مع دبي ستار، ملك وتدريب المهندس أسامة عمر الدفع والخيال دارين ويليامز. ألف مبروك، تهانينا للفائزين في هذا الشوط.